أبرز الأخبار وأولها: كشف مدير التعليم قبل المدرسي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محسن محمد القاضي عن فرض رسوم للتصديق لمؤسسات التعليم قبل المدرسي الرياض الخاصة والحكومية هذا العام ولأول مرة، مع تفاوت في الرسوم وفقا للمنهج الذي تدرس به الرياض. وأضاف أن الرياض التي تدرس بالمنهج القومي ومنهج نور البيان رسومها 30,000 جنيه، وبالمنهج الأجنبي 500,000 جنيه، في حين رسوم التجديد للروضة ذات المنهج القومي 5,000 جنيه، وبالمنهج الأجنبي 100,000 جنيه. وشكى القاضي من ضعف ميزانيات التنمية لمؤسسات التعليم قبل المدرسي خاصة الحكومية، وقال: نحن ورثنا هذه المؤسسات من الشؤون الدينية والرعاية الاجتماعية وتعليم الكبار، ولم نحدث فيها تغيير بعد على مستوى الصيانة أو حتى على مستوى توفير معينات وإجلاس الطلاب. وأضاف: كما لدينا نقص حاد في المعلمين، علاوة على أن معظم الرياض الحكومية تتواجد في مناطق ريفية بعيدة عن المدن. إذن أكدت لجنة أطباء الامتياز أن أحد أطباء الامتياز بقسم الجراحة بحوادث مستشفى واد مدني فقد عينه نتيجة الاعتداء عليه، ضمن 3 أطباء آخرين بينهم طبيبة من قبل 7 من مرافقين لإحدى المريضات، منوهة أن ذلك وقع أمام أعين رجال الشرطة في ظل صمت تام، معتبرة ما حدث بأنه يمثل إهانة سافرة للأطباء وإساءة للمهنة. وأعلن أطباء الامتياز بالقسم في بيان لهم أعلنوا الانسحاب الشامل من النبطشيات حتى تتم محاسبة المعتدين ومحاسبة طاقم الشرطة لتخاذلهم عن أداء واجبهم وتوفير طاقم شرطي في مجهز ومؤهل ومرابط لحماية الطاقم الطبي. شيء مؤسف ما حدث يعني أحد الأطباء فقد عينه، لا نعلم ملابسات القضية، ولكن أيا كانت الملابسات سلوك العنف داخل المستشفيات سلوك ظل متكررا لفترات عديدة، من نظاميين، من حكوميين، من قطاع خاص، من طلاب، ومن كل من تجار. هذا الأمر يحتاج لوقفة حقيقية. إذا كانت هنالك أسباب تعالج هذه الأسباب، ولكن هذا ليس هو السلوك المناسب. طيب نمشي لخبرنا الثالث، وهو عن مصابي الثورة. فارس محمد عثمان من مصابي ثورة ديسمبر أصيب بمقذوف بومبان في الرأس أدى لكسر في الجمجمة، وعملت له أول عملية قبل 2 لاستخراج النزيف من الرأس فقط، ولم يلقى أي اهتمام من جهة حكومية أو غير حكومية لتتكفل بعلاجه. كان هنالك مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لأخت فارس وهي تناشد بعلاج فارس لأنه حق مكفول لفارس. هذا الفيديو ربما كان صادما لكثير من السودانيين الذين تابعوه بحرقة، لأنهم يعتقدون أن فارس وغير فارس إن كانوا في دول أخرى ربما كانوا سيكرموا وستفعل لهم، يعني تنشأ لهم نصب تذكارية وما إلى ذلك، وتسمى شوارع بأسمائهم، لأنهم أبطال وقفوا وقفة شجاعة جدا لرفعة هذا الوطن، فيجب لا يكون جزاؤهم النسيان. نسعد معكم أن تكون معنا عبر الهاتف شقيقة فارس عبر خط الهاتف لنتحدث إليها الأستاذة نفحات محمد عثمان شقيقة البطل فارس. أستاذة نفحات السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مساء الخير، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف حال فارس أول حاجة؟ نفسياته كيف؟ الحمد لله. نفسياته كيف؟ يلعب مصلل جلسة من الحالة بتاعته. نعم تفضلي واصلي. انا سالت عن نفسياته كزول بطل وكذا، لكن انا داري اعرف برضه وضعه الصحي. نحن شفنا الفيديو يا نفحات على منصات التواصل الاجتماعي، كان الفيديو صادم جدا لكثيرين، واكيد كتار يتواصلوا معك بخصوص هذا الفيديو. قبل ما انا اجيك واسالك عن ملابسات الفيديو ده وعن حاله فارس الصحيه وعن قضايا كثيره، خلينا نرجع نشوف الفيديو للناس اللي ما تابعوه، يعني نشوف. اوكي تمام.
طيب نفحات جيتك مرة تانية. الفيديو ده أكيد عنده أسباب مؤلمة جدا خلتك ودفعتك. نحن مقدرين والله الحزن اللي أنت بتتكلم به ونشعر بالتضامن الكامل معك وحرصنا جدا أنه أنت توصل صوتك وحنحرص أنه نوصل صوت كل مصابين الثورة. بدينا بيك لكن إن شاء الله حنواصل وإن شاء الله ربنا يشفي فارس. هل تواصل معكم أي زول من الحكومة بخصوص فارس؟ سعت أي جهة حكومية لأنها هي تعالج فارس؟ تواصلتوا انتوا معي جه؟ احكي لنا كده. لو سمحت ممكن اوريك حتى يعني بدايه الفيديو قاعد عباره عن شنو الشيخ اللي انا اعمل الفيديو بعدين اوريك من الجاني بعدين. تفضلي تفضلي وقت معك. طيب فارس ده طبعا من مصابين يعني بجنبان في الراس من 2019 24 يناير 2019. انصاب بجنبان عمليه كسر في الجمجمه. تمام؟ عملنا له عمليه في السلاح الطبي مع دكتور عبد الرحمن. العمليه قاعد عباره عن يعني مع انه هو مكسور 6 سنتيمتر في الجمجمه، اتعملت له عباره عن طلعوا الرائل بتاع العظم وطلعوا النزيف نظفوا النزيف. وتخيلت يعني ممكن تقول عملوا له يعني ممكن تقول يعني زي يعني الجرحه اتفتحت ويعني اي جرح زي اي جرحه عاديه اتفتحت طلعوا الدم وتخيلت. ما تعالجت من جوا الجمجمه؟ نو ما في الرقعه الاصلحه حاليا دي. طيب فقال الدكتور بعد 6 شهور بالضبط فارس اللي عملوه العمليه الثانيه اللي هي الرقعة في الراس وكده. ليه ما اتعملت في وقتها؟ كان الحاله ما بتسمح ولا شو؟ الحاله ما كانت بتسمح. يعني ده الراس فارس قبال العمليه 30 يوم مرقة انعاش عشان الحاله كانت يعني مستصعبه شديد. يعني فارس ده كل مهدئات الدنيا يبين انه فارس ده مهدئات طيران عشان الحاله دي تسيطر. فارس ده كان يعني نام 30 يوم. طيب يعني قمتي هسي جاء وقت العمليه، قمتي اجريت الفيديو ده وعملت الفيديو ده وانتشر على المنصات الاجتماعيه، شنو الرسائل اللي كنت توصلها من الفيديو من خلاله؟ النقطة كنت توصلها من خلاله حتى حكي لك ان فارس كان واحد من الناس في المتظاهرين ده لانهم كان مشاكل المنظمة عاملينها كلهم مع بعض. نعم. انه يتعالج. فارس سنة وستة شهور ما ساكي معاهم كل يوم على امل جديد. الحقيقة خلتنا ننشر الفيديو انه فارس اخوي يعني وصل مرحلة يأس انه المنظمات دي قد ايه تبع المتظاهرين ما بيرد له. فارس لحد هسه ما يتعرض على اي دكتور شاف راسه ده فيه شنو، وغير التشنجات اللي بتجيه يوميا بيزبط وعيونه تترفع لفوق. احنا نقول فارس اخونا حاليا مات. السبب بتاع الفيديو تمام؟ فارس ده قاعد سنتين راسه مفتوح ماشي حي. طيب الفيديو فارس اخوي جابوا لنا بتاع الركشة قطع مسافة قريبة جدا من الركشة عشان ينتحر. جابوا بتاع الركشه بيبكي بهستيريا. اخوكم قالوا الواد بيقول لي انا اصلا كده كده ميت. قال لي انا حي بجسم ميت. فنحن ما شفنا حاله دي ان اخونا الوحيد في 5 بنات دار يموت. فشي طبيعي نحن يعني انا خلاص وصلت حل الواد ما في حل. فقلت اصور اناشد الانسانيين الناس تقف معانا لانه احنا وضعنا المادي يعني وضعنا المادي بسيط جدا. يعني احنا بين عفشنا كله عشان نجيب له العلاجات. من حقك انا فحات تعمل الفيديو ده عشان نحي القضايا الناس اللي ما تعالج في من حقك بقول لك من حقك تعمل الفيديو ده. وزي ما قلت ايوه الله يفتح عليك انه الفيديو ده ممكن يكون انت قدرتي تتكلمي في حين انه في
مئات من جرح جرح الثورة ما قادرين يتكلموا، ما قادرين يوصلوا صوتهم. يعني أنا صوتي أحيانا القضية وبأخوان السودانيين نحن معنا القضية اللي أصلا كانت ميتة لها سنين. يتواصل معكم زول من الحكومة يا نفحات؟ والله جونا يوم اثنين بعد الفيديو بيوم تقريبا، جونا وزير الصحة. نعم بعد الفيديو شنو؟ بعد الفيديو، بعد هذا الفيديو ايوه، والدكتور محمد سليك الوزير محمد سليك ولا منو انا بعرف اسمه كويس، خالد سليك تقريبا، جونا بيتكلموا معانا على انه خلاص الورد جاهز وبعدين تمشي الغايره. قلت لهم يا جماعه دقيقه، الورد بيجي سنتين، كنت وين اصلا؟ قالوا لك الورق شنو؟ قال لنا ورد طلع وفارس مسافر. قلت لهم ما في ورد مسافر، فارس ما بيصير متابع معه اصلا، انت عارفين انت الفيديو ده يا جماعه انه فارس كان داير ينتحر. ما فهمت معليش انا فحات، هم قالوا لك الورق جاهز يسافر القاهره ولا شنو؟ يعني تخيل تذاكر الورق طلع في نفس اليوم في ثاني يوم للفيديو، نفس يوم الفيديو طلع من وين؟ من الكوميسيون الطبي؟ وين السنتين؟ الورق طلع من وين؟ واحدة يا نفحات، الورق طلع من وين؟ والله طلع من وين ده ما عارفه. يعني قال لنا الورق يعني هو من منظمته أظن، كان بغش فيه منظمة المتظاهرين. فقمت قلت له يعني الورق ده طلع في نفس يوم الفيديو، الورق ده من زمان وين؟ دي سنتين الواد ده بيعاني وبيكفل وخط وشه ونزل. المنظمة دي هسي بتاعت المعاقين بتاعت المصابين دي. فقام قال لي قام قال لي امشي الغاهرة. قلت له معلش يا سعادة الوزير، اخوي ما معاق يعني في رجله ولا في يده عشان يمشي الغاهرة ولا في اصبعه، اخوي معاق في الراس بس اسمه الكتف يعني. فاخوي نحن تابعنا مع دكتور ودهالنا قريبنا في الهند هناك، انه اخوي يتعالج في الهند، لانه لما نحن عرضنا الورق للتيم بتاع الدكاتره هناك قالوا الزول ده عايش كيف حاليا سنتين راسه مفتوح فقط، الدمدمه فاتحه وراسه مخيط بس. فيعني اخوي ده دار تيم بتاع الدكاتره مش الغاهره. تعبت الوزير تقبل الحاجه دي معي، قال لي اوكي امشي اي حته دايرين تمشوا، وطلعوا على كده فقط يعني. طيب جميل، دي القضيه وقفت لحد هنا. طيب نحن يعني نفحات سعيدين جدا انك انت معانا اليوم، نحن ارقام هواتف هذا البرنامج موجوده معك، شباب في الكنترول حيتواصلوا معك، عاوزين انك تكوني متواصله معنا بشكل مباشر، ودي دعوه لكل مصابين ثوره ديسمبر انهم يتواصلوا مع القناه، ارقام القناه موجوده على المنصات الاجتماعيه، ممكن ترسلوا على المنصات الاجتماعيه او تزوروا مباني القناه في شارع المشتل، على اساس انه نحن نحاول نكون معاكم دائما لحظه بلحظه. عايز اقول هاي للشعب السوداني، تفضل. عايز اقول لهم الهاشتاج فيلم بتاع كلنا فارس، اثبتوا لنا بجد انتوا كلكم فارس، من اتصالاتكم من مكالماتكم من جياتكم في البيت، جد اثبتوا لنا فارس دمه ما ماشي سايس. نعم انه الهاشتاج فيلم ماشي الناس الصح ان شاء الله، ربنا يقوم فارس بالسلامة. مع اخوي معنويا مع اخوي نفسي رفعوا له معنوياته، اخوي ده ما شفته بيضحك الا لما انا شفت دعمكم وجياتكم. اخوك بطل بالله، سلمي لنا عليه وان شاء الله يكون جنبك هو هسه وسامع الحوار ده. اخوي الله ياخذ الحبه بس نايم، يخليه ان شاء الله يصحى يصحى ويقوم بالسلامه. سلمي عليه كثير وحضريه الفيديو بعد ما ينزل، واقول له وش كل الاسر السودانيه. نعم ونترحم على شهدائنا، وان شاء الله حق اخواننا كل المتظاهرين في الثوره حيجي، وان شاء الله فارس القضيه يعني تبقى حيه. كتر خيرك يا نفحات، شكرا جزيلا، ربنا يقوم فارس بالسلامه. شكرا وان شاء الله نتواصل معاكم بشكل دائم. رساله اخيره قبل ان ننتقل الى هذا الفاصل، هؤلاء الجرحى وأولئك الشباب هم الذين أتوا بهذه الحكومة إلى سدة الحكم، لا يجب أن ينسوا ولا كيف؟ هذيل الناس وصلوا نازل وصلوكم لهذه الكراسي، يجب أن يتم التواصل معهم ليس قبل الفيديوهات. نحن لا نعلمكم يعني ما بنوريكم شغلكم يعني، لكن دي حاجة أساسيات. زول وصلك الحتة دي بتقوم تنساه تطلع في السلم وتكسر العتبات الورق، سلوك غريب. يجب أن يتم التواصل وعلاج مصابين الجرح. نحن حنتواصل معهم بشكل دائم يعني، لو في أي حتة حنتواصل معهم لحد ما ترجع لهم عافيتهم وصحتهم. اختتم بهذا الخبر قبل أن نخرج للفاصل، حيث تداول الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تلاميذ مدرسة زيد بن ثابت بمنطقة جبرة وهم في حفل ترفيهي داخل سور المدرسة. أثر مقطع الفيديو التلاميذ وهم يرددون أغنيات
معينة. أثار هذا المشهد ردود فعل أدت لاقتحام مواطنين حرم المدرسة وهم يرددون هتافات رافضة لتدريس المنهج الدراسي بصورة تنافي الأعراف التربوية والسلوكية داخل المؤسسة التربوية. نتابع. طيب إذن هؤلاء أولياء الأمور الذين دخلوا المدرسة ويرددون لا إله إلا الله والقراي عدو الله، يعني يبدو أن هذا كان رفضا للمقاطع الفيديو اللي انتشرت اللي عرضناه. طبعا عشان نوري الناس اللي ما كانوا عارفين، الجزء الأول من الفيديو اللي هو فيه الاحتفال ده، هو ده كان قبل اليوم ده افتكر، حدث الاحتفال ده، أولياء الأمور اعترضوا على الطريقة وعلى الأغاني والأحداث دي زي ما نحن سمعنا، وقاموا دخلوا المدرسة ورددوا الهتافات اللي نحن شايفينها شفناها قدامنا الآن دي. شنو حقوق الطلاب في انه اول الامر داير يدخل ابنه مدرسه قرانيه يمكن ما داير حفلات، هل عنده حق في الحاجه دي ولا ما دا عنده حق؟ والسؤال الثاني، هل دي الطريقه المناسبه في للاعتراض وما الى ذلك؟ والسؤال الثالث والمهم، وين اداره المدرسه؟ وين اداره المدرسه من اقامه الاحتفال؟ وين اداره المدرسه من الاحتجاج بالشكل ده؟ وين إدارة التعليم أيضا من حفظ الحقوق إذا كان لأولياء الأمور وجهة نظر في أنه دارين يقروا أبنائهم بطريقة؟ نحن هنحاول نستقصى حول الموضوع ده، قلنا نعرض لكم هذا الفيديو بعد الفاصل، نعود بكم.